بسم الله الرحمن الرحيم، استكمالا لما توقفنا عنده قبل قليل. الـ component of evaluative studies لما نيجي للدراسات التقييمية اللي احنا قلنا عنها اللي هي experimental أو observational، حنلاقي أول شيء في الدراسة في المقال لما تمسكه في التايتل، في الأوثر، في الأبستراكت، في الانترودكشن، حتى في الاكسبيرمنتال حتلاقي نفس هذول الأربعة. لكن حنيجي هنا حنلاقي الميثودز والريزلتس برضه نفس الشيء، حنلاقيها في الاثنين. ركزوا معي، هذا حتختلف لما نيجي نتكلم على الكيس ريبورت، مش كيس كنترول، كيس ريبورت. ترى في فرق بين الاثنين. الكيس ريبورت هي عبارة عن وصف نوصفه فقط، لكن هذيك الكيس كنترول اللي تكلمنا عنها قبل شوي. Methods, results, discussion of results, conclusion and references. فهذه عادة الكومبوننت اوف اي ايفاليتيف ستدي تمسكوها، وهذه من اول الاشياء اللي تقيموا فيها الكومبوننت حقت الايفاليتيف ستديز. التايتل، التايتل يتكلم على ايش؟ التايتل از يوجوالي ذا فيرست كومبوننت، هو اول شيء تلاقيه في المقال اللي حتقراه، هو اللي يا اما يجذبك يا اما ينفرك. The title is located in the top of the first page، دائما نلاقيه في اعلى الصفحة الاولى من المقال، وباختصارية شاملة يصف عنوان المقال. هذا هو التايتل. هنا نقدر نشوف 2 versus 3 samples method for estimating the pharmacokinetic. اوكي، الاوثر لو نيجي هنا، هذا الاوثر شايفين الاوثر، ذا اوثر اوف ان ارتكل از ليستد immediately بلو ذا تايتل، شفناه على طول تحت التايتل عشان يبلغك مين اللي سوى الدراسه، تو انفورم يو اباوت هو كوندكتد ذا ستدي، عشان يحفظ حقوقه من ما يجي احد ياخذ الدراسه يقول هو حقته وهي ما هي حقته. In many cases more than one author is listed، احيانا يكون عندنا اكثر من اوثر. البرايمري اوثر او احيانا يسموه البرنسبل انفستيجيتور، هو يكون اول واحد موجود في ال في مصفوفة المؤلفين الموجودين. And usually indicate the person who's in charge of conducting the study. لما تلاقي، احنا قلنا الأول هو البرنسبل انفستيجيتور والبرنسبل أوثر، الباقيين ممكن تلاقيهم مرتبين يا إما ألفابيتيكال إذا كان الكل لهم نفس الكواليفيكيشن، أو حسب الكواليفيكيشن أو حسب الريسبونسبيلتي، مين الأوثر، مين الكو أوثر، مين الريفيور، هذه كلها تلاقيها مرتبة على هذا الحسب. One purpose of listing the author is to inform you of their credentials. أحيانا من وضع الأوثرز هذه مشان يقول لك إيش الكريدنشلز، إيش درجاتهم العلمية، إيش المراتب اللي هم حاملينها، إيش تخصصاتهم. يعني أنت مهم جدا عندك لما يكون الجورنال يتكلم على علاج الضغط يكون عندك الأوثر من الطب الباطني، يفهم في الضغط، مو تجيب لي مزارع وتقول لي هذا بيعطيني يعني نبذة عن الضغط. Some journals list the author's degree، أحيانا بعض الجورنالز تذكر درجة المؤلف على طول بعد أسميهم، والبعض لا، ممكن أحط لك ستار ويقول لك اقرأ كل شيء تبغاه عن الأوثر تحت. مثل ما قلنا هذا هو الأوثر. أوكي، وهنا مثلا قاعد يوصف لك إيش الأوثر، مو هنا كان حاط مثلا لورنس أي، فهنا قاعد يتكلم يقول لك مثلا لورنس أي كذا كذا كذا، وهو إيش تخصصه وين يشتغل وهو إلى آخره. الأبستراكت، وما أدراك ما الأبستراكت. الأبستراكت يعرف هدف وتصميم الدراسة وطريقة والطريقة التي استخدمت في هذه الدراسة، وبسرعة يراجع النتائج والملخصات. In many cases, journal now require more substantive abstract that are divided. في الأبستراكت أحيانا يطلبوا منك إنه تكون حاط أول شيء الانترودكشن، بعدين ميثود، يعني مرتبة كذا ما هي عايمة على بعضها. هذا الشيء الجديد، زمان كانت الأبستراكت تلاقيها عايمة على بعض، لا الحين صار الانترودكشن، الميثود، الريزلت، الدسكشن أوف ذا ريزلت، والكونكلوجن لازم تكون مذكورة في الأبستراكت. هذا ابستراكت من الابستراكتات القديمه اللي هي عايمه على بعض كانت. في الانترودكشن دائما الانترودكشن تكون في بدايه الارتكل، اوكي، جست بعد الابستراكت، بعدين بريفلي ليز ذا فريم فور ذا بيربوس اوف ذا ستدي، قلنا ايش بالضبط الهدف من الدراسه وليش اجريت هذه الدراسه، وتعطينا اوفر فيو عن الادبيات التي تمت الرجوع لها ومراجعتها.
والمذكورة في دراسات أخرى، ودائما مهم إنك تتعرف عليها عشان تعرف الناس وين وقفوا وأنت تكمل، وتعرف تقارن شغلك بشغلهم. Authors sometimes provide more extensive literature review in the discussion section rather than introduction. في بعض الأوثرز يعطيك literature review أو راجع الأدبيات أكثر لما يتكلم في الديسكشن، وفي بعضهم لا يحطها في الانترودكشن. It states they have hypothesis of or study objective، تذكر الفرضية أو أهداف الدراسة والتي يعني تدلك هل the study design مناسب لهذه الأهداف ولا لا، هل هذه الدراسة أسويها observational، أسويها cohort study، هل أسويها cross sectional إلى آخره. Determine the relevance of the study for clinical practice، تقول لك هل في علاقة بين هالدراسة هذه والتطبيق الكلينيكي ولا بس نظريات الناس قاعدة تسويها وبس. أوكي هنا هذا الانترودكشن، فارماكوكينيتيك كالكوليشنز إلى آخره. فهذا اكزامبل. الميثود ان ذا موست امبورتنت كومبوننت، يعتبر سوري از ذا موست امبورتنت كومبوننت اوف الايفالويتيف ستادي اند ريكويرز كيرفل careful writing. هو الميثودز هو من أهم شيء في الـ evaluative study. Study should be designed appropriately to address the hypothesis and purpose posed in the introduction. لازم يكون عارفين بالضبط إيش الفرضية والهدف من إنشاء هذه الدراسة كما ذكرناه في المقدمة. الميثود should be designed to answer the question posed by the study objective. أحيانا في سؤال نحطه في الـ study objective. الميثود لازم تكون مصممة بطريقة نقدر نسوي التجربة في الآخر، وفي الآخر تطلع بإجابة للسؤال أو الفرض اللي بدأنا فيها. Poor study design cannot be expected to produce good results. هذا أكيد. In this section there is a description of experimental design and the type of control used. يقول لك هل هو طبعا الكنترول والأشياء دي هنتكلم عنها بعدين، بس إيش طبيعة الكنترول اللي استخدم. It includes the number of subjects needed for study and how they are chosen. طبعا الميثود فيها الانكلوجن اكسكلوجن كرايتيريا. الانكلوجن كرايتيريا هي عبارة عن المتطلبات التي نحتاج نلاقيها في الشخص عشان دخل في الدراسة، والاكسكلوجن هي الكرايتيريا أو المميزات اللي لقيها في الشخص واللي تخرجه من الدراسة وتقول إنه ما يناسبكم في دراستنا. By using inclusion exclusion criteria الأوثر أو المؤلف يقدر يعرف study population. خلص أنا قلت أبغى population حقي عمره 18 سنة إلى عمره 45، أبغاهم بيض، أبغاهم مصابين بالضغط. خلص لما حدد إيش وما عرفت إيش population حسب inclusion criteria. الميثود used to for data analysis include statistical test، وهذا مهم إني أذكره في الميثود. أقول إيش أنا والله statistical test اللي بستخدمه وليش بستخدمه لدراستي هذا، وبعدين عادة في الستاتيستيكال تطلع لك النوتات معينة تقول لك والله الريزلت حقتك هذه significant، هي نتيجة الدراسة حقتك، أو قد تقول لك إنها نتيجة مثلا chance so that's why we consider it non-significant. If the results are statistically significant إذن الدراسة is more meaningful أو لها معنى حقيقي علميا. هذه الميثود عادة، هذه قلنا البيشنت سيلكشن أحيانا يسموه inclusion exclusion criteria، وهذا الستاتيستيك الأنس اللي نبغى نذكرها، وهكذا. الريزالت، الفقرة حقت الريزالت عادة هي تتبع الميثود، وهي تنظم وتبسط الداتا اللي حصلنا عليها، يا أما تجينا بشكل جداول، يا أما بشكل أشكال، يا أما بشكل كتابة، لكنها تعطينا عدد المرضى أو عدد البيشنت اللي دخلوا في الدراسة واللي طلعوا منها، وإيش الـ 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 يعني النتائج اللي تعرضوا لها وإلى آخر. هذه في الريزلتس نذكر هذه الأشياء لكن بدون ما نناقشها، لأن حنتطرق نناقشها وين في الديسكشن. زي كذا الريزلت حصل معنا كذا وطلع معنا كذا إلى آخر. في الديسكشن في الريزلتس هذه تعتبر من أهم الأشياء، وهو عادة تتبع مثل ما قلنا الستدي ريزلت. وهنا يكون يبدأ الباحث عاد يقارن بين النتائج اللي حصلها في هذه الدراسة وفي دراسات ثانية، ويقول إحنا كيف فرقنا عن الآخرين في كذا وكذا وكذا وكذا. بعدين عادة يعني يستنبط الداتا ويفهم إيش الدبيت اللي حصل، ويقدر يفسر اللي حصل هذا كله في الديسكشن.
result also are discussed in terms of meeting the objective of the study. لما أجي أسوي مناقشة للدراسة أناقشها بطريقة إنها تفسر لي الفرضية حقت اللي أنا قاعدة أدرسها، يعني أفسرها بطريقة لها علاقة بالأسئلة اللي كانت سبب إنشائي للدراسة كلها. ما أناقش شيء ما له علاقة في موضوعي أبدا وأشذ عن الموضوع. If the objective were not met، لو كانت الأهداف اللي أنا سويت الدراسة عنها لم يعني ما أوصلها، لازم أذكر الأسباب، ليش، إيش اللي صار، إيش اللي خلاني ما قدرت أوصل، وإيش اقتراحاتي بعد كده، إيش لازم الناس تتفادى بعدين لما تيجي تسوي دراسة. فهذا السكشن الأوثر يعني يفسر عدم تطابق بعض المعلومات، التشوهات اللي حصلت في الدراسة، حدود محدودية الدراسة ليش صارت، هل هي لقصر الفترة، هل لأن بعض الناس كانوا ما يجابوا كويس، هل لأن مدراءهم ما كانوا يخلوهم مثلا يعبوا الاستبانات إلى آخره. هذا الأشياء اللي أكتبها، وأكتب إيش اقتراحاتي مثل ما قلنا للدراسات المستقبلية. هذا مثلا مثال على الدسكشن. نيجي على الكونكلوجن. الكونكلوجن في هذا السكشن اللي هو دائما بعد الدسكشن يعطيك ملخص عن هدف الدراسة ونتائجها. عندما تقرأ الارتكل for specific information أحيانا تبغى تقرأ بسرعة مستعجل، إيش تقرأ؟ تروح تقرأ الابستراكت والكونكلوجن عشان تأخذ فكرة سريعة، بس مو دائما طبعا إذا كنت تبغى يعني نظرة مستعجلة. However not all articles have conclusion section، في بعضهم ما عندهم conclusion section لكن يسموه concluding paragraph، عادة يكون في نهاية فقرة الديسكشن السابقة. هذه مثلا conclusion في المقال. نيجي عندنا references. الريفرنسز هو ذا لاست سكشن. طبعا الحين ناس كثير اخترعوا انظمه كثير للفهرسه اللي انت نوت والى اخره، لكن مهم جدا انا اعرف ماني ولا كيف اسوي الفهرسه. هو ذا لاست سكشن اوف ذا ارتكل ليست كل الريفرنسز سايتد ثرو اوت ذا ستدي، ذا اوثر يوجوالي سايت ذا ورك اوف اذر انفستيجيتور ذات ريليت تو ذا توبك. يعني مثلا انا جيت أبغى أسوي بحث معين، فأجي أدور عن اللي سووه الباحثين الآخرين وأخذ منهم مثلا معلومة معينة وأشير لها في الدراسة حقتي. هذا يعطيني قوة أنه مو أنا لحالي شاذ في الطريق، أنه في ناس معي قاعدين يشتغلوا ويسووا، بدأوا شغل أنا قاعدة أكمله وإلى آخره. The references generally are listed in the order that they are cited in the article. عادة أنت حطيت في الارتكل رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة عند نهاية كل فقرة، فاللي سميته واحد هو حيكون واحد. طبعا هو يعتمد على طبيعة الفهرسة، في ناس تفهرس طريقة فانكوفر، في ناس تفهرس طريقة هارفارد، في ناس تفهرس طريقة APA، يعتمد طبعا. Some European journalists the references in alphabetical order using the last name of the primary author. كيف يعني؟ يعني أنا اسمي أمل النجار، حاجي في البداية أكتب النجار A، فدائما أخذ آخر اسم لي. نيجي هنا شفنا هذا الأوثر، أول شيء نبدأ الفهر الريفرنس كتابة الأوثر، بعدين التايتل أوف ذا أرتكل، بعدين الأبريفيشن أوف ذا جورنال، يير أوف بابليكيشن. طبعا أنا متأكد إنه في بعض الجامعات تحط لك مثلا الأوثر وبعدين يير أوف بابليكيشن وتكمل الباقي، تبنت طبعا كل واحد وإيش السايتنج أو الريفرنسنج موديل اللي يستخدمه. يير أوف بابليكيشن، فول، أبريفيشن أوف ذا جورنال تايتل، مثلا American Journal of Health System Pharmacy نلاقيها AGHB مثلا، whatever يعني New England Journal of Medicine فنلاقي مكتوب اسمها نجم زي كذا. Your Publication Volume Inclusive Page Number، أحط البيجز مثلا من بيج 64 إلى بيج 68. في بعض الناس يكتب لك 64 بعدين داش 8، خلاص تفهم إنها 68، ما دام العشرات ونفس الخانة فتلاقي فقط يكتب لك أول حرف، متى يكتب الاثنين إذا كانت مختلفة، في ناس لا يكتبها كاملة. مثلا عندنا اكزامبل اندرسون اي سي، اندرسون مثل ما قلنا هذا النجار، هذه اي امل حسن مثلا، هذا هو، فهذا اندرسون يمكن اسم ابو ما ادري ايش اسم الاجانب، اندرياد ولا مثلا، وهنا سي كيت ولا وات ايفر. هذا مؤلف، نحط كوما، هذا مؤلف ثاني اسمه عائلته هج، وهذا الحرف الأول من اسمه، هذا الحرف الأول من اسم أبوه، هذا مؤلف ثالث اسمه عائلته كذا كذا. عادة لما يكونوا مؤلفين ثلاثة نحطهم كاملين، إذا كان في أنه أكثر من ثلاثة نحط كوما ونحط إيتال، إيتال يعني وشركاء، المهم يعني ما يكون أكثر من ثلاثة. بعدين نحط التايتل Determination of Serum Gentamicin Sulfate Levels. بعد كده حطينا الأركايف أوف إنترنال ميديسن، هذا الملخص حقها، سنة النشر، الفوليوم، الصفحات، شفت الصفحات هنا، هذه
785 إلى 787، بس لأنه متكررة فما كتبت.